رحمة الله وبركاته. من هي نوتيلا راشد التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟ قبل 86 عاما ولدت الكاتبة الصحفية نوتيلا راشد الشهيرة بماما لبنى، والتي يحتفي محرك البحث جوجل اليوم بذكرى ميلادها. ونوتيلا إحدى أهم من كتبنا للأطفال وأفنينا عمرهن من أجلهم، فهي إحدى مؤسسات مجلة سمير للأطفال في أبريل 1956، وشغلت منصب رئيس تحريرها من عام 1966 وحتى 2002. شغلت نوتيلا منصب أمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وأيضا كتب الهلال للأطفال سابقا. ولدت نوتيلا راشد في منتصف الثلاثينيات، وجاءت نشأتها في أسرة ميسورة الحال، وجاءت ميولها السياسية يسارية اشتراكية. وآمنت نوتيلا بتجربة عبد الناصر كونها التجربة الملهمة للاستقلال الوطني والنهضة وإنصاف الفقراء، وتعايشت مع تقلبات سياسية ولحظات هزيمة ونصر وهي متسمسكة بحب الحياة. كان لها مقالا أسبوعيا تحت اسم أولادي حبايب قلبي. اهتمت نوتيلا الشهيرة بماما لبنى بالأطفال وبنائهم والتواصل معهم، فافتكرت باب مراسل سمير الصحفي الناشئ لرعاية أجيال من الأطفال وتعليمهم الصحافة وقواعدها، وأكثر من التحقوا بالباب كانت تنشر موضوعاتهم الصحفية وحواراتهم في مجلة سمير مع صورهم وهم لم يتعدوا 14 من عمرهم. الحياة في قصص ماما لبنى ليست حلما ورديا، بل هي تجربة حياتية كاملة بما فيها من اختبارات يتم اجتياز بعضها والإخفاق في البعض الآخر دون أن فقدنا الرغبة في المضي قدما. ترجمت بعض أعمال ماما لبنى إلى اللغة الإنجليزية، وترجمت هي نفسها بعض الأعمال عن الإنجليزية لتصدر هذه وتلك عن دار الهلال التي ارتبط اسمها باسم ماما لبنى سنوات وسنوات. ترأست في بعض منها كتب الأطفال عن الدار ونالت خلالها جائزة الدولة في أدب الأطفال ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. في عام 1956 تزوجت من عبد التواب يوسف وأنجب أولادهما الثلاثة لبنى عام 1957، وهي أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ووكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا، وهشام عام 1959 وهو دبلوماسي وكان المتحدث الرسمي ورئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية، وعصام عام 1965 حيث كان عضوا منتدبا للشركة المصرية الدولية لحماية البيئة، ويعمل حاليا كمدير عام شركة مونتانا استوديوز للإنتاج السينمائي، ومؤلف روايات ربع جرام عام 2008 واثنين ضباط عام 2014. حصلت على جائزة الدولة في أدب الأطفال عام 1978 وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.